أساس النجاح المشروع متاعك أنك تكون عندك صورة قوية تسوقها. الصورة هذه أهم حتى من الشهرة، معناها السمعة وبعد الشهرة ليماج في لا نوتوريتي. أول حاجة الصورة يلزم تكون متماشية معاك، مع شخصك، مع لي فالور متاعك، باش تمن القيم الحياتية متاعك، ومتماشية مع المتلقي متاعك. شكون المتلقي متاعك؟ كان أنت عندك تارك للولاد الصغار، فالصورة متاعك لازمها تجلب شكون؟ الصغار والديهم، خاطر والديهم هما اللي خلصوا، والصغار يجيبوا العائلة للبلاصة هذه اللي انت عملها. صورة متاعك ماذا بيك تكون صورة مثلا عائلية، صورة فيها ترفيه، صورة فيها مثلا ماكلة صحية، صورة فيها راحة للصغار ولعب وتفريد، وزيدة راحة للكبار. الصورة هذه مهمة ياسر انك تخدمها من قبل لا تسمي، لا تعمل السعر متاعك، لا تعمل التذكرة متاعك. وفما حاجة اخرى مهمة مع الصورة.